بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: سمعت أحد المشايخ المشهورين يقول في أحد اللقاءات التلفزيونية أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتوريدية، وأنهم ضلوا 1200 سنة هم أصل أهل السنة، والأمة اختطفت بعد ذلك للمذهب الحنبلي الذي كفره الكثير من الناس لأن هذا ومذهب المشبهة والمجسمة، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. هذا الكلام يعني الذي هذا كلام جاهل، فإن المذهب الحنبلي كان قبل أبو الحسن الأشعري والماتريدي، فكيف يكون بعد الأمة اختطفت المذهب الحنبلي بعد هذا؟ فأولاً أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والأئمة الأربعة كلهم هذول أئمة أهل السنة، أولهم في الوجود إمام حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، آخر هؤلاء الأئمة. وكتب البخاري وكتب مسلم بعد هذا، البخاري هو من تلاميذ الإمام أحمد، وكذلك مسلم والحجاج. فهذا الرأي الأول هذا في هذه القرون، أبو الحسن الأشعري متأخر عن هؤلاء جميعا، يعني جاء بعدها. وأبو الحسن الأشعري معروف يعني تاريخه العقائدي، فإنه بدأ معتزليا، فالمعتزلة فرقة من الفرق التي ضلت عن طريق أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة، في صفات الله تبارك وتعالى، وفي ما قول بالمنزلة بين المنزلتين، أمور كثيرة يعني التفصيل ما يحتاج إلى تطويل في الأمر. ثم ترك يعني مذهب المعتزلة إلى مذهب وسط، هو كان من يعني نوع من الاجتهاد فيه من عنده، و في هذا المذهب الذي انتشر عنه وسمي باسم الأشعرية نسبة إلى اسمه هو أبو الحسن الأشعري، هذا مخالف يعني بالقرآن، مخالف بالسنة، مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. سأذكر بعض التفاصيل يعني في هذا الخلاف الآن. وكذلك الماتريدي، ثم إن أبو الحسن الأشعري نفسه بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى ورجع في مسائل الاعتقاد إلى مذهب الحقيقي أهل السنة والجماعة، وكتب في هذا كتابين، كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة، وهذا كتاب معروف ومشهور، وقال أن أرجع إلى ما كان يعتقده الصحابة والسلف، وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الذي نص عليه وأنكما كان يعتقد في أسماء الله وصفاته. وكذلك في كتابه اختلاف المسلمين فإنه كتب كذلك عن اعتقاده ورجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. فكذلك المذهب الذي نشر عن أبو الحسن الأشعري هو رجع، هو صاحبه قد رجع عنه إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. وسأذكر بعض الأمثلة من يعني المقالات التي ذكرت عن أبي الحسن في الفترة الثانية من حياته، هو الفترة التي رجع فيها من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يعني مثلا ماذا يقول في كلام الله؟ المعتزلة طلعوا على الناس قضية وهي أن الله لا يتكلم، وأن الذي يتكلم لو كان الله عندهم يتكلم معناه أنه يكون جسم، لأن الأصوات والأصوات هذه لا تكون أجساد، فالله لا يتكلم، وجعل كلام الله هو ذاته، ولذلك ظهر القرآن مخلوق، وفتن المسلمين كله بهذه المعتقد. من ضمن الفتنة هذه طبعا اعتنق هذا مذهبهم ثلاثة من بني العباس، الواثق كان واحد منهم، والمعتصم وواحد ثالث منهم، والأول هم المأمون، يعني المأمون العباسي والواثق والمعتصم. وفي خلافة المعتصم العباسي
هذا فتن المسلم، كان يجيب العلماء وهذه انت تقول القران مخلوق يبقى انت غرام، انت تقول القران كلام الله يبقى يدخل السجن وينضرب وينهان ويتعذب، عذبوا الاديان. من ضمن الذين عذبوا في هذا الامر وضربوا في الامام احمد سنتين في السجن والضرب والتعذيب والاهانه، وكان اخر هذا الامر انه في مناظرة أمام الوافد هذه اللي دخلت فيها، وكان زعيم الاعتزال في هذا ويعني بطانة الواثق أو المعتصم إنه ابن أبي لؤلؤة قبل الإمام أحمد وهو في قيوده، قبل أسألك ابن أبي لؤلؤة القرآن مخلوق، بيقول القرآن مخلوق، علمه رسول الله أم لم يعلم؟ قالوا لم يعلم، قالوا سبحان الله ابن أبي لؤلؤة شيء لم يعلمه رسول الله، أريد أن تتعلم هذه يعني. قال له أقلني، كان أقلني من هذا السؤال، قال له أقيلك، السؤال هو السؤال يعني برضه يعني اترك الإجابة هذه بإجابة ثانية، قال له أقيلك، السؤال هو السؤال، القرآن كلامه أنت تقول القرآن مخلوق، هل شيء علمه رسول الله ام لم يعلم؟ قالوا علمه رسول الله. قالوا طيب اذا علمه رسول الله ولم يبلغ ولم يقله وسكت عنه، قال علمه رسول الله وسكت عنه ما قال، قالوا طيب اسكت كما سكت رسول الله. قالوا اذا كان الرسول سكت ليش ما تسكت انت كمان؟ فالواثق لما سمع هذا الكلام او المعتصم انا خطا مني انا في خليفه قام من مجلسه وقام نام على الارض وقاعد يقول ايه والله ابن ابي دؤاد اذا كان الرسول يعني علم هذا وسكت عنه لماذا لم تسكت عنه؟ فقام من فكرته هذه قال خلاص فك القيود عنه وارجعوا الامام احمد وبعدين عملوا الدار وعملوا القصر وعملوا كذا، قالوا انا ابي دار ولا خصف ولا رابي ولا بياخذ شيء، هو كان يعني يحرم ان ياخذ شيء من السلطان. فهذا قضيه الامام احمد في خذ الاعتزال. طيب نيبا ابو الحسن الاشعري الذي ترك الاعتزال ترك هذا، ماذا يقول هو في مذهبه الوسط في القران؟ يقول القران كلام نفسي مجرد عن الحرف والصوت، يعني هو كلام يقوم بذات الرب بنفس الرب لكنه لا يصدر عن الله باصوات ولا بحروف. طيب هذا الكلام هذا الاعتقاد منين جبته؟ مين قال هذا؟ مين قال ان الله الكلام في نفسه والقران في نفسه وانه لا يصدر عنه بصوت ولا بحرف؟ مين قال هذا؟ وين في القران هذا؟ وين في السنه هذا؟ هذا كلام في الكتاب، يجب ان تعتقد هذا انه كلام نفسي مجرد عن الصوت والحرف، ليش؟ لانه يقول لك الصوت والحرف الاصوات لا تخرج الا عن الجسم، والله ليس الجسم اذا ما يصدر عنه صوت. طيب يا اخوي عندك عشرات الايات وعشرات الاحاديث ان الله يتكلم بصوت ويسمع. ربنا كلم موسى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون؟ هذا الله يخبر النبي انه كلم موسى عند رجوعه من مدين، وان موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى وكان بينه يعني محاور مع الله، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي توكا عليها وارش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، قال القها، قال اي الله القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى كلام. وموسى سمع كلام الله وفضله الله تبارك وتعالى بهذا لانه سمع كلام الله. يعني في رسل جاءهم كلام الله عن طريق جبريل، يعني يخاطب الله جبريل وجبريل ياتي برساله